نرسم معاً. يا أطفال، سنزين اليوم غرفة الصف. ياي! لذا لدي مهمة خاصة لكل منكم. ها؟ أريدكم جميعاً أن ترسموا أي شيء تحبونه على هذه الورقة، وستعلق أجمل لوحة على حائط غرفة الصف. واو، رائع! ياي ياي ياي! أرسموا معاً بشكل جميل. سأذهب وأحضر زينات أخرى. حسناً آنسة ليلى، ماذا سنرسم يا أصدقاء؟ أريد أن أرسم رجلاً آلياً. ها؟ وأنا سوف أرسم سفينة. ها؟ ما رأيكم ببطل خارق أيضاً؟ لا لا يا رفاق، الديناصورات رائعة، لنرسم جميعاً ديناصورات. لكن عمر رائع. قبل البدء ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حسناً، لنرسم. ماذا سنرسم؟ أريد أن أرسم أرانب. وحش، سأرسم وحشاً. سأرسم الكثير من الأزهار الجميلة. لنرسمها جميعاً معاً. هيا، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس الخارق ينطلق للإنقاذ. دعوني أقول لكم جميعاً، هذا ليس ديناصوراً، لكن لا يا صوفي، هكذا يرسم. حسناً. يا بنات انظرن، أليس وحشي رائعاً؟ واو، له عيون كثيرة. دوري، أرنبي له قدمان مميزتان. إنهما ضخمتان. هذا صحيح. لا 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 لا. ها؟ فارس، الديناصورات لا تبدو هكذا. تبدو هكذا، أترى؟ لما لا ترسمها بنفسك إذن؟ لن أرسم بعد الآن. فارس، هي فارس، انتظر. فارس، إندرا. هي صوفي، ارسم هكذا. ها؟ سأذهب وأجلس مع فارس. هي صوفي. نرسم بسعادة. الرسم معاً أكثر متعة. فارس، إندرا، صوفي، تعالوا معي لنرسم سفناً ورجالاً آلياً وأبطالاً خارقين. أنا آسف يا أصدقاء، أرجوكم أرسموا معي. نحن نحبك يا صديقي وتسعدنا صداقتك. رائع، لنرسم ثانية. نرسم بسعادة. انتهينا، الحمد لله. أنسة ليلى، انظري،
ما شاء الله، كلتاهما جميلتان، جميعكم تجيدون الرسم. هذا صعب. حسناً، أفضل لوحة ستعلق على حائط غرفة الصف هي... شكراً آنسة ليلى، نراك غداً. لا 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 لا، حين نكون لطفاء معاً سنشعر بسعادة. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أن الله يكافئنا على لطفنا وعلى حسن معاملة الآخرين؟ إذن لنكن لطفاء مع الجميع. الحمد لله. أنا الأول، أنا الأكبر. رائحة الدجاج لذيذة. شكراً جزيلاً. على الرحب والسعة. أبي، أريد بعض العصير. انتظر يا عمر، أنا أسكب العصير لجدتك. لكنني عطش جداً. كن صبوراً يا عمر، جدتك أيضاً عطشة. احترم كبار السن وامنحهم دورك. احترم من هم أكبر سناً منك. كن مهذباً وعاملهم باحترام. الكبار أولاً؟ تفضل، خذها أولاً يا عمر. وهذه أيضاً. خذ اللعبة أولاً. عمر، عمر، لنقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة تصبح وجهاً ثم أرسم الأذنين. ماذا ترسمين يا هنا؟ دائرتين للعينين. ها؟ أين القلم الرمادي؟ هاي، ها هو. ها؟ هاي، سأستعمله أولاً لأنني الأكبر يا هنا. أوه، صحيح، حسناً. تعبت، سأفعل شيئاً آخر. عمر، هنا، تعاليا، سأريكما شيئاً. ترى، واو، صنعت الطائرة الورقية. شكراً يا أبي. على الرحب والسعة، هيا لنطيرها. هيا يا أبي، هيا. ياي. هنا، سأطيرها أولاً لأنني أكبر منك، صحيح؟ شكراً يا هنا. هيا اذهبي. عمر، هنا، لنلعب معاً، حسناً؟ سبحان الله، ما أجمل المكان هنا، نركض هنا وهناك. عمر، أريد أن أطيرها. دوري، دوري، عمر. انتظري، انتظري. لا، أبي. لم ألعب. لا تقلقي، سأصلحها لاحقاً، حسناً؟ لكنني أريد اللعب بالطائرة الآن. ما رأيك بهذا؟ يمكنك أن تلعبي... عمر، هنا، انظرا هنا. واو، صنعت لنا أرجوحة إطار. شكراً يا جدي.
سأركب أولاً. آه، لماذا أنت أولاً دائماً؟ هذا ليس عدلاً. انتظري يا هنا، أنا الأكبر، صحيح؟ هذا ليس عدلاً. عمر، هنا، العبا معاً بلطف، لا تتقاتلا. حسناً. عمر، لما لا تدع هنا تلعب؟ فهي لم تلعب بعد. لكن جدي، أنا الأكبر صحيح؟ ألا يجب أن أكون الأول؟ عمر، بالطبع على الصغير احترام الكبير، لكن تذكر أن على الكبير أن يحب الصغير. قال رسولنا الكريم: احترموا كبار السن وأحبوا الصغار وامنحوهم الحنان. كم أحبكما يا عمر وهنا، ونحن نحبك ونحترم الكبار والصغار. شكرا جزيلا يا عمر. شكرا يا جدي. على الرحب والسعة. عمر، هنا، أصلحت الطائرة الورقية. خذي، العبي بها أولاً يا هنا. هذا لأنني أحبك حقاً. أحب الصغار وامنحوهم الحنان، واحترموا الكبار وسيرضى الله عنكم. أحبوهم واحترموهم وسيرضى عنكم الله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أننا إن أحببنا الصغار واحترمنا الكبار سيحبنا الله بالتأكيد، فلنحترم ونحب بعضنا بعضا. الحمد لله. هيا. أحب الصيد حقا. يمكننا صيد الكثير من السمك. ها ها، هاي عمر، بسرعة يا هنا اسحبيها. لنسحب. لماذا لستما نائمين؟ يجب أن تكونا نشيطين للتخييم غدا. ياي، التخييم، التخييم. أريد اصطياد الكثير من السمك. أريد أن أشعل النار، وفي المساء يمكننا أن نروي القصص ونغني حول النار، ويمكننا النظر إلى النجوم في السماء. بالتأكيد، لكن عليكما النوم أولاً. حسناً. أريد مواصلة لعبة التظاهر. وأنا أيضاً. يمكننا اللعب غداً صباحاً. حسناً. خلق الله الليل لكي نرتاح وننام فيه، ننام ونصحو باكراً تملأنا الطاقة، ونقول باسمك اللهم أحيا وأموت. أحلاما سعيدة عزيزي، تصبحان على خير. هنا، ها؟ كنت نائمة؟ لا يمكنني الانتظار حتى نخيم. أها، أعرف ماذا سأفعل. تدا! هيا يا هنا، لنتدرب على صيد السمك. هيا بنا. ياي، الخيمة جاهزة. والآن لنراقب النجوم. حسناً. عمر، هنا، حان وقت الاستيقاظ. سنغادر بعد قليل. حسناً. عمر، هنا. الحمد لله، وصلنا موقع التخييم. ها؟ لنذهب للصيد. هيا تعاليا وانظرا هنا، أسماك كثيرة تسبح هنا وهناك. أنا نعسانة. هيا. لم
نصطاد أي شيء. ها؟ آه! أنا متعبة. ها، لنشعل ناراً. هيا تعاليا لنشعل ناراً هنا، لنجمع الحطب. ها؟ ونضعه هنا. أنا أفعل كل شيء وحدي. عمر، هنا، لما تبدوان حزينين؟ ليلة البارحة كنا متحمسين جدا للتخييم، فقمنا بأشياء كثيرة بدلا من الذهاب إلى السرير والنوم. ها؟ لذا نتيجة لذلك اليوم لم نستمتع بالأشياء التي أردنا فعلها لأننا كنا متعبين. كنتما متعبين لأنكما لم تناما ليلة البارحة. ها؟ عندما لا ننام ليلا لا ترتاح أجسادنا، وحينها لن تكون لدينا طاقة، ولهذا شعرتما بالتعب. لذا خلق الله الليل كي نستعيد كل طاقتنا. خلق الله الليل لكي نرتاح وننام فيه، ننام ونصحو باكرا تملأنا الطاقة. سنام باكرا إذن. أنا أيضا. حين نستيقظ سنكون مليئين بالطاقة. هذا جيد، هيا إلى النوم. أمي، أبي، صباح الخير. مرحبا. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي وسلم على محمد، ونقول باسمك اللهم أحيا وأموت. بسم الله وحده أحيا وأموت. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء؟ من الجيد النوم باكرا. خلق الليل للراحة كي نستيقظ منتعشين ومليئين بالطاقة. الحمد لله. قصة عمر وميمي. ولهذا أحب السناجب والأرانب. والطيور والعناكب. حسناً، شكراً لك، فلتعيدي أصدقائك الصغار إلى أقفاصهم. والآن دور عمر. السلام عليكم جميعاً. وعليكم السلام. أريد أن أعرفكم اليوم إلى ميمي. أتعرفون؟ لم أكن أحب ميمي. ها؟ لكن لماذا؟ ها؟ مرحبا. أمي انظري ماذا وجدت؟ قطة صغيرة. قطة؟ 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 يمكننا الاعتناء بها، القطة جميلة جدا. حين نعتني بالقطط سيباركنا الله. لكن هنا أنا لا أحب القطط. لا بأس، ستحبها عندما تكبر. ها؟ هنا تريدين اللعب؟ هاي، أين ديناصوري؟ واو. <تصفيق
ها؟ هاي، ما بك يا عمر؟ انظر، شعر على وسادتي، سمحتم لها بالنوم عليها؟ عمر أرجوك اهدأ. لن أهدأ، لن أهدأ. القطة لا تعرف. صحيح، صحيح. أفسدت وسادتي شعرها في كل مكان. كن صبورا يا عمر، تنظيفها سهل. حاول أن تسامح القطة، فهي مجرد قطة ولم تقصد ذلك. حاول أن تسامح القطة، فكر كم سنكون سعداء. الأمر ليس سهلاً. ماذا؟ لم تسامح ميمي الصغيرة؟ يا إلهي، انتظروا، لم ينهي عمر قصته. تلك الليلة واجهت صعوبة في النوم بسبب الرعد والبرق. بحثت في كل المنزل لكنني لم أجدها. أين القطة؟ أين؟ أشتاق إليها كثيراً كثيراً. مي سأسميك ميمي. ميمي صديقين حميمين. نحب قطتنا ونعيش سويا بسعادة، سويا بسعادة. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعرفون أن تربية قطة قد تسعدكم كثيرا؟ مثل عمر، لأن لديه ميمي. الحمد لله. هاي فارس، ابدأ ببسم الله. نحب الرياضة فهي ممتعة، كرة المضرب والريشة، لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا. هيا ها. ها، هون عليك يا فارس. هي فارس، ما الأمر؟ ضرب البالون صعب جدا. لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. وبمجرد قولها خذ نفسا هكذا. وسنشعر بالسلام إن شاء الله.
حقا آنسة ليلى، نريد أن نجرب. جيد، تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. هيا. واو، نجحت. ياي، الحمد لله. حسنا يا أطفال، لدي ألعاب ممتعة لكم جميعا. من يريد اللعب؟ أنا. اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق. أوه. عمر هيا. حسنا، لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. استعداد، انطلاق. هيا. لقد أبليتم بلاء حسنا في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية تسمى ارمي وأمسك. واو، عمر سأكون الممسك. حسنا، أكيد. أنا جاهز يا عمر، هيا أحضر الكرة. مهلا يا فارس، قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. مستعد؟ مستعد. خذ. ها، إنها عالية جدا. واو 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 واو. ياي، الحمد لله. حسنا يا أطفال، حان وقت اللعبة الأخيرة. الجميع مستعد؟ نعم. لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى التوازن على العارضة بكرة الطاولة. واو، عمر، أيمكنني اللعب أولاً؟ بالطبع، لكن قبل البدء علينا أن نقول ها؟ فارس، في العبور. فارس، أتذكر ماذا قالت الآنسة ليلى؟ ها؟ جيد، تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أنا أحب التحدي، اهدأ وإلا سوف تقع. ادعو ليساعدك الله، الأمر بسيط إن شاء الله. واو، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس، ها؟ نجحت يا صديقي. واو، أحسنت فارس. ها؟ الحمد لله. شكرا عمر. من الآن فصاعدا سأتذكر دائما أن أقول بسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. السلام عليكم. حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء. الحمد لله. آه.
اغسل يديك. اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. آمين. سأمسك بك يا ميمي. هاي، توقف المطر. ياي. أمي، أبي، سنلعب في الخارج. انتظرا لحظة. ها؟ ارتديا هذه أولاً. ها؟ حذائين من المطاط وسترتي مطر؟ كي تحميكما من الاتساخ، فالله يحب النظافة. أوه، حسناً يا أمي. نشعر بالسعادة حين نلعب بعد المطر، لكن ابقى يا نظيفين. لدينا الكثير من التوت، نقطفه نقطفه من الشجرة. ها؟ عليكما غسله أولاً. ها؟ لماذا أبي؟ لأن عليه جراثيم. ماذا؟ جراثيم؟ كان على الأرض، لذا فهو متسخ. الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة، وقد تجعلكما تمرضان. نمرض؟ هذا يعني أنني لن أستطيع اللعب. لكن لا أرى أي جراثيم على التوت. أها، لنلقي نظرة عن قرب. سأجعلكما تمرضان تمرضان تمرضان. لا أريد أن أمرض. إن أردنا ألا نمرض، ماذا نفعل؟ نغسل أيدينا أيدينا، نتخلص من الأوساخ لتبقى نظيفة 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 جدا. نغسل التوت ونقضي على الأوساخ، وقبل الأكل نتخلص من الجراثيم. واو، إنه نظيف جدا. بالتأكيد، الله يحب أن نكون نظيفين. الحمد لله، الفطيرة جاهزة. أوه، هيا نأكل. اغسلا أيديكما قبل الأكل، حسناً؟ حسناً. ها؟ ميمي؟ إيا. عمر، هنا، تعاليا لتأكلا. أنا قادم أبي. الفطيرة لذيذة أمي. ها؟ سأعطيك بعضا منه يا هنا. من الجيد تناول الفاكهة، فهي تجعلنا أصحاء. حين نكون أصحاء يمكننا اللعب. خذي يا هنا، تناولي المزيد. إنه الصباح هنا، لنذهب ونلعب. ها؟ ما بك يا هنا؟ أمي، أبي. عمر، هنا، ماذا يجري؟ حرارتها مرتفعة. هنا، ما الأمر؟ أتؤلمك معدتك؟ أيؤلمك شيء آخر؟ حين أسعل. كيف مرضت يا ترى؟ الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة، وقد تجعلكما تمرضان. لا! أمي، أبي، أنا آسف جداً، أنا تسببت بمرض هنا. ها؟ ناولتها بعض البطيخ لكنني لم أغسل يدي.
لا عليك يا عمر، في المرة القادمة اغسل يديك. صحيح، كي لا نتسبب بمرض أحبائنا. حسناً. هنا أنا آسف جداً. سأقطع وعداً. سأغسل يدي حين تتسخا، أغسلهما يومياً بالصابون وأقضي على الجراثيم. لنحافظ على نظافتنا ولنتخلص من الأوساخ حتى نبقى أصحاء. الحمد لله. عمر وهنا نحب أمي وأبي. الحمد لله، طعام لذيذ. أمي، أبي، هيا نلعب. لا 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 لا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. ستبقى يعني في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. عمر وهنا أحبكما دائما وأبدا. ستبقيان في قلبينا دائما وأبدا. شكرا على محبتكما دائما وأبدا. أمي ساعدينا، هناك ديناصور مخيف. ها؟ واو 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 واو. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. ندعو أن يحب الله عمر وهنا وأمي وأبي. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. الحمد لله دائما وأبدا. نراكم لاحقا. السلام عليكم. عمر وهنا لنقم بالبستنة. مرحبا أبي، ماذا تفعل؟ أزرع البذور، آمل أن تنمو واحدة منها لتصبح شجرة كبيرة كتلك الشجرة؟ بالضبط. واو، أيمكننا المساعدة؟ بالطبع، هيا نزرع البذور. نزرع البذور ونسقيها. ونسقيها نسمدها. نسمدها وستنمو. وستنمو حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. أيتها الشجرة انمي. انمي. تحتاج إلى وقت. صحيح، تستغرق الأشجار وقتاً طويلاً جداً حتى تكبر. أوه. هيا لنقطف الفاكهة. نقطف الفاكهة. نقطفها. فاكهة طارية. طارية. صحية جدا. صحية. ولذيذة جدا. لذيذة. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. واو، انظر إلى الفاكهة. الحمد لله، كلها نعم من الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. والشكر لله. على نعمه. على نعمه. الكثيرة. الكثيرة. فاكهة كثيرة وخضروات، نعم كثيرة من الله. الحمد لله. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. عمر وهنا لنلعب معا. تشو تشو. أوه. تشو تشو. واو. لا هنا،
إنها لي، أعيديها. عمر، أريد أن ألعب. ها؟ إنها ليست لك. يا عمر وهنا، العب معا. حين تتشاركان اللعبة تصبحان أسعد. أنا أسفة. هذا القطار لك، العب به مع هنا. حين تتشاركان اللعبة تصبحان أسعد. هيا يا إخواتي، هيا يا أخواتي. حين نكون لطفاء سوف نصبح أسعد. أرجوك فارس، أيمكنني اللعب بالكرة؟ مستحيل، إنها كرتي. يا فارس وسارة، العب معاً. حين تتشاركان اللعبة تصبحان أسعد. أنا آسف، هذه الكرة لك، العب بها مع سارة. حين تتشاركان اللعبة تصبحان أسعد. هيا يا إخواتي، هيا يا أخواتي. حين نكون لطفاء سوف نصبح أسعد. حين نكون لطفاء سنصبح أسعد. الحمد لله، التشارك ممتع. عمر وهنا، أحب اليتيم. أشتاق إليكما أمي وأبي العزيزين، كنتما طيبين معي. أمي منحتني الحب، أبي كنت تضحكني، كنتما معي ليلا ونهار. اللهم تقبل دعائي لهما، لا أملك إلا الدعاء لهما. صوفي أرجوك لا تحزن، أرجوك لا تحزن. نحبك كثيرا، نحبك يا صوفي. سوف نبقى معك دوما، سوف نبقى معك يا صوفي. عمر، هنا. هي، ما الأمر صوفي؟ أمي وأبي توفيا، أفتقدهما كثيرا. صوفي حاول ألا تبكي، سنبقى بجانبك دوما، وسنمنحك محبتنا. أنت لست وحيدا، نحن نحبك كثيرا، كما أحبك أبوك وأمك. نرجو الله أن يبقيا في قلوبنا، لندعو لأمي صوفي وأبي. صوفي أرجوك لا تحزن، أرجوك لا تحزن. نحبك كثيرا، نحن عائلتك. سوف نبقى معك دوما، سوف نبقى معك يا صوفي. شكرا لكم جميعا. الحمد لله. عمر وهنا، مساعدة الآخرين. لنحاول المساعدة أكثر اليوم. بالطبع يا أستاذ. الله أكبر. واو 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 واو. أستاذ موسى، هل أصبت؟ لا، أنا بخير، شكرا على مساعدتك. لا عليك، في أي وقت. دعني أصلح دولابك، يمكننا إصلاحه، سوف يبدو كالجديد. واو، رائع. هيا جميعا لنساعد بعضنا بعضا، نحن جيران سعداء، الحمد لله. ها؟ أوه، بسم الله. عصفور لطيف جدا، دعني أساعدك. واو، أغنية جميلة. عصفور لطيف جدا، دعني أساعدك، الحمد لله. هيا جميعا لنساعد بعضنا بعضا،
نحن جيران سعداء الحمد لله. سنمسك بكما. أو لا، الفاكهة. سنساعدك في التقاطها يا سيدة جانسون. لدي أربعة وأنا واحدة. واو، امتلأت العربة. ثقيلة جدا. انتظروا سوف أساعدكم، سأسحب. سندفع. الأمر أسهل بالتعاون. واو، نجحنا. هيا جميعا لنساعد بعضنا بعضا، نحن جيران سعداء الحمد لله. الحمد لله. عمر وهنا، محبة الله ورسوله. السلام عليكم جميعا. نحن ذاهبون في رحلة لنرى عظمة الله. ياي، لنذهب. الحمد لله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أحب الله ورسوله. هيا. لا إله إلا الله، ومحمد رسوله، أحب الله ورسوله. سبحان الله، منظر جميل. واو، الله خلق كل هذا. الحمد لله، هناك أماكن كثيرة علينا رؤيتها. مستعدون؟ مستعدون. لنحب جميعا الله، لنعبده جميعا، ونتبع سنة رسولنا محمد. الله إلهنا، هو خالق كل شيء، لنحمد خالق عالمنا الذي نعيش فيه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أحب الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. أتعرفون أن إلقاء السلام تصرف حسن؟ والله يحبه. لنلقي السلام على الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكما يا أمي وأبي. نحبكما يا أمي وأبي. ونحن أيضا. الحمد لله. أستاذ موسى. الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك يا أستاذنا العزيز. لنلقي السلام على الجميع يوميا، وهكذا سوف نحب الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكما يا فارس وسارة. انظروا، الآنسة ليلى. نعم هي. لنلقي السلام عليها. هيا. آنسة ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك يا آنستنا العزيزة. لنلقي السلام على الجميع يوميا، وهكذا سوف نحب الجميع. لنلقي السلام على الجميع يوميا، وهكذا سوف نحب الجميع. نراكم ثانية جميعا. السلام عليكم. عمر وهنا، ألف باء تاء.
عمر، أمي، ماذا تفعلان؟ أكتب الحروف العربية. أوه، أعرف أعرف، هذا حرف التاء، صحيح؟ إنه حرف الباء. لنغني أغنية ألف باء تاء؟ ياي! ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زين سين شين صاد ضاء، طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام، ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء، نغني ونتعلم ثم نقرأ القرآن. ياي، تعلمت الحروف. الحمد لله، أحسنت يا هنا. هيا لنغني معا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، دال ذال راء زين سين شين صاد ضاء، طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام، ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء، نغني ونتعلم ثم نقرأ القرآن. الحمد لله، تعلمنا الحروف العربية. أنا جائعة. سأعطيك وجبة خفيفة. عمر وهنا. الحمد لله، الفطور جاهز. ياي! لنقل الحمد لله. الحمد لله؟ ماذا تعني يا أبي؟ الحمد لله تعني الثناء على الله والشكر له. لنقل جميعا الحمد لله، حين أكل أقول الحمد لله، أنهي طعامي فأقول الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. أمي، نحن ذاهبان. حسنا، استمتعا. مرحبا أصدقائي، نحن ذاهبان إلى المدرسة. لنذهب معا. لنذهب. نذهب إلى المدرسة الحمد لله، نلتقي بأصدقائنا الحمد لله، نلعب سويا الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. تصبحين على خير أمي. تصبح على خير أبي. أحب أمي الحمد لله، وأحب أبي الحمد لله. نحب عائلتنا الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. عمر وهنا، لا تكن مشرفا. هاي عمر، لنلعب مع ميمي. هيا بنا. ها عمر، هنا، لم تنهيا طعامكما. لكن أريد أن ألعب. أتعرفان، هناك أناس يتضورون جوعا لأنه ليس لديهم طعام. ها، حقا أبي؟ صحيح، علينا أن نحمد الله ولا نسرف في الطعام. هيا يا عمر وهنا، أنهيا طعامكما، كي لا نرمي أي شيء، فهذا سيء جدا. انظر هنا يا أبي، لم يبقى أي طعام. هذا يسعدني جدا، فهمتما أحسنتما. الإسراف في الطعام سيء جدا. لنحمد الله على نعمه الرائعة. ميمي، رأس سمكة لك. واو، لم نصرف في شيء. عمر، هنا،
أغلقا صنبور الماء عند الاستخدام، وإلا فسينفد. ينفد الماء؟ لكن كيف سنستحم؟ يو، ستصبح رائحة كانتنا يا عمر. هيا يا عمر وهنا، أغلقا صنبور الماء، لا تسرفا في الماء، فهذا سيء جدا. انظري هنا يا أمي، لن نعد نسرف في الماء. هذا يسعدني جدا، والله سيرضى عنكما. الإسراف في الماء سيء جدا. لنحمد الله على نعمه الرائعة. نرجوكم أنهوا طعامكم دوما وأغلقوا صنبور الماء، لا تسرفوا، سننجح معا. نرجوكم أنهوا طعامكم دوما وأغلقوا صنبور الماء، لا تسرفوا، سوف ننجح. الحمد لله. شكراً يا معلمتي. شكراً أنسة ليلى، نراك غداً. على الرحب والسعة. يا أصدقاء، لنغني أغنية شكراً للآنسة ليلى. ها؟ واحد، اثنان، ثلاثة. نشكرك معلمتنا على صبرك حين لا تدرسينا. نشكرك معلمتنا، نحبك ونقدر كل ما تفعلين، سنذكر دائما كل ما فعلته لنا، ليكافئك الله بمحبته. نشكرك معلمتنا، سوف نحبك دوما، سوف نحبك دوما. شكرا أستاذ موسى. وداعا، تذكروا أن تقرأوا القرآن. سنفعل يا أستاذ. نشكرك أستاذنا على تعليم ديننا. نشكرك أستاذنا، أنت دائما موجودا لترشدنا، سنذكر دائما كل ما فعلته لنا، ليكافئك الله بمحبته. نشكرك عمر وهنا. بسم الله. عمر، هنا، حان وقت المرح. ياي، مرحبا. ماذا نقول قبل أن نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. ياي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن نلعب. بسم الله قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. رسمت ديناصوراً يزأر. أحسنت يا عمر. دوري، هذه قطة، مياو مياو. جميل يا هنا. لنلعب معا. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن نلعب. بسم الله قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. كان ذلك ممتعاً. مرحباً، تذكروا قبل أن نبدأ أي شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.